مين أكتر حد رحل من حياتك وجعك؟ أمي طبعا، الله يرحمه. بس مش عايز تقولها حاجة دلوقتي؟ واحنا في رمضان. يعني أنا بقول لها كل يوم حقيقي، أنا يعني علاقتي بأمي كانت قوية جدا ولا تزال قوية جدا، لأن أنا بعترف بأنه أو بعتقد أنه هما لما بيمشوا ما بيمشوش، يعني بيبقوا موجودين معانا. فأنا علاقتي بيها مستمرة جدا جدا، بفتكرها كل يوم، وكل اللي أنا فيه والخير اللي أنا فيه كان بسببها هي يعني. وهي كانت بتحب رمضان جدا جدا، فأول ما رمضان بيقرب بحس بيها قوي، يعني بحس بيها وبفتكر تفاصيل كتير. يعني أنا بفتكر تفاصيل ساعات بتتعبني يعني، لكن يعني هي سنة الحياة. بصي، فقدان الأم هو وجع ما بيروحش، ووجع لازم تتعود عليه، وإحنا بنحاول. إمتى قلت ولا يوم من أيامك يا أمي؟ كل يوم بقول ولا يوم من أيامك يا أمي، ولا 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 لقمة زي لقمتك يا أمي، ولا يعني كلمة زي كلمتك، ولا ضحكة زي ضحكتك. كل حاجة، مفيش حاجة، مفيش حد يتقارن بالأم. أنا بالنسبة لي أنا كنت عايش مع ملاك مش مع بني آدم، وربنا يعني خدها عنده في الجنة إن شاء الله، في أحلى حتة طبعا إن شاء الله. الله ربنا يرحمها. ربنا يخليك.